بصوا قبل الفاصل هي حاجة جوايا يعني في قلبي، بعتبرها بقى أتكلم فيها كمواطن أو كأب ليس كمذيع ولا حتى نائب في البرلمان. أنا بفتكر إنه تغليظ العقوبات في بعض الجرائم من وجهة نظر المتواضعة يعني أصبح واجبا، نهينا عن إنه دي جريمة قام بها مجموعة من الأغبياء، يعني دول شوية أغبياء رسمي. يعني حتى كنت بقول الكلام ده واحنا في الـ في الـ في الـ في مكتبنا بره قبل ما نخش الاستوديو انا وزمايلي، دي عيال بالتاكيد متاكدين انه على الاقل في محل هيبقى معلق كاميرا وهيشوفه، يعني لان لو ما عندهمش التصور ده يبقوا اغبياء، في هذه الحال اغبياء اكيد اكيد. الطريقه اللي تم تنفيذ بيها واقعه او جريمه الخطف كانت طريقة غاية في الشراسة غاية في الفجاجة، مما يستوجب أنه ممكن يبقى في واحد معدي هيصورهم ويلقط نمرة العربية ده لو ما جريش ورا العربية. حلو، فبرضو إن أفاد الأمر إنما يفيد أنهم أغبياء. حلو، تلاتة بيتكلموا من تليفون في نفس مكان ومحل الاختطاف، يعني المكان اللي خدوا فيه زياد وراحوا بيتكلموا، عايز تكلم بابا يا زياد؟ ايوه عايز اكلم بابا، خد يا حبيبي كلم بابا. انتوا ما عندكوش تصور انه اكيد اكيد بابا اتصل وبلغ فيحصل تتبع للمكالمه؟ هو العيال دي ما شافتش فيلم امريكاني واحد؟ حقيقي حقيقي دول انا في رايي، وده بقى يمكن يكون الهزار، دول يضاف الى جريمتهم جريمه الغباء وياخدوا لهم 15 سنة غباوة. أغبية، ده ما شافوش فيلم، ده ما شافوش فيلم كوميدي حتى. إيه ده؟ مش هقولك ما شافوش فيلم أكشن، ده ما شافوش فيلم كوميدي. لا مش ممكن، شيء غريب جدا. على كل حال الواحد يبقى سعيد جدا بوجود هؤلاء المجرمين الأغبياء. يعني ليه؟ لأن هم أغبياء، مش سعيد ان هم مجرمين، سعيد ان هم اغبياء علشان نقدر نوصل باذن الله. هذا لا ينفي على الاطلاق ولا يقلل على الاطلاق من الجهد اللي بذلته وزاره الداخليه الحقيقه والاهتمام. خد بالك والاهتمام، تربت حصل كذا هنتحرك، ما تقلقوش. اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا وما تقلقوش. وخد بالك في الرواية بتاعت زياد وبمنطوقه وبصوته وبلسانه، صوت وصورة، لما كنا بنكلمه دلوقتي على الهواء مباشرة، فلما بقول له وقت المداهمة بقى ايه اللي حصل؟ مش مداهمة، قلت له أول ما سمعت البوليس جه قال لي سمعت الباب بيتكسر وعلى طول سمعهم هم بيقولوا اقف مكانك محدش يتحرك، تعالى يا زياد. هنا هتلاقي دايما في خطابين، في نبرتين، في لهجتين، اقف مكانك محدش يتحرك، الحزم، حاجة ده احنا بنشوفها في الأفلام يعني، ولأن احنا ما احناش ضباط يعني، فدي حاجة. والناحية التانية طريقة الطمأنة، ما تخافش تعالى يا زياد، خلاص انت كده بر الأمان يا ابني، يتاخد ويرجع على طول على أهله. والضابط لو خدت بالك اتقال له ما تخافش يا زياد احنا الحكومة. حلو، وتا زياد اهو بص عمل ايه، خده طبطب عليه واخده من كتفه واخدينه بالراحة، مش مثلا لو اطلع 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 بالراحة، هو بيتمشوا معاه حتى زياد يعني ماشي لا بيجري ولا مخضوق، هو خلاص زياد حس بالاطمئنان، حس انه في ايدين امينة، في ايد الضابط المصري. ودي اهم حاجة. تيجي تقول لي خرجت من القصة دي كلها بايه؟ هقولك ان انت تبقى في ايد امينة، انت في ايد الناس اللي بتحميك. في ناس بتحمينا وبتحمي حدودنا اسمهم القوات المسلحة المصرية، الجيش المصري العظيم. في ناس بتحمينا داخليا، عشان كده اسمها وزارة الداخلية، بتحمينا داخليا في كل شارع، في كل حارة، في كل زقاق، في كل منطقة. المسألة ليست القاهرة الساحرة أو الإسكندرية التي كانت في مرحلة يعني زمان أتمنى أنها تعود ليها أجمل مدن البحر الأبيض المتوسط، لا، وفي المحل وفي الريف، في كل مكان ثق أنك مواطن آمن.